تسلل من قبل الإرهابيين من داخل سوريا إلى داخل لبنان، وأنه بريطانيا اليوم أصلا عبر سفيرة كمان. على كل أحوال خليكم دكتورة عزار، كيف بدنا نعيش بهالبلد؟ نحاول نعمل جهدنا. صعبة، بدنا أدوية أعصاب. والله بدنا أدوية أعصاب. رح نتوقف مع استراحة، ومن بعد الاستراحة رح نحكي مع دكتورة عزار عن موضوع التحرش الجنسي بالأطفال. استراحة.